يعيش المواطن الموصلي واقعا خدميا مزريا، فلا بنى تحتية للشوارع التي تلاشت بفعل العمليات العسكرية التي حدثت في الساحل الأيسر من المدينة، والتي تركت دون حلول حتى بعد التحرير، ولا ماء ولا كهرباء، حتى أن البعض تمنى لو لم يعد من مخيمات النزوح ليبدأ رحلة معاناة جديدة، معرضا حياته وحياة أسرته للخطر. هذا الشارع من التحرير لحد الآن يجون يشتغلون به، سووا رصيف وعافوه شهرين ثلاثة، زتوا تيكلة وعافوه شهرين ثلاثة، وآخر شيء زتوا هذا الرصيف سووه، وهمنا جاء شفل زت التيكلة وكله حفروه من جديد. هذا الشارع من التحرير لحد الآن يجون يذبون تيكلة وما وعفوه يمشون، يعني صار له سنتين من تحررنا، ثلاث سنين يمكن من تحررنا هذا الشارع. اذا ما كنتش اذا ما يقدرون على هالشغله يسووها، احنا نبلطوا، نجمع من عندنا فلوس نبلطوا. هي هذا ثاني شيء عندنا، هذا البوري جماعه الكهرباء جو حفروا الكهرباء وكسروا البوري وياثر على المنطقه. اخرون طلبوا الحكومه المحليه بتقديم بعض الخدمات، متسائلين عن اسباب غض المسؤولين الطرف عما يحدث. هو ما تخرجت من حي التحرير، العالم كله يروح هذا قبل يا اخوي، جامعه قاهره كل مناطق، شارع رئيسي هذا، مدخل حي التحرير يعني. بلدية ما أشوف البلدية قدام عينهم، هي بلدية رايحة جاية كلهم من هنا، ما أشوف قدام عينه، ما صار وزارة بلدية خليلي. كل ما يجينا الصيف مية خلاص ينتهي، وخاصة من يجي الكهرب، دائما نروح نناشد وقدمنا شكاوي، رحنا لمديرية الماء وحكينا وياهم بهذا الموضوع. وقلنا لهم بالنسبة للمي احنا دا نعاني بحي التحرير، دور العسكريين من جهة ذياب العراقي آخر الأفرع مع حي التحرير. وتبقى الموصل بشقيها الأيمن والأيسر تعاني شح الخدمات كغيرها من المحافظات، لكن ما يزيد الطين بلة أنها من المدن المحررة والتي خاضت أعتى حروب الشوارع شراسة، فلم تتبقى فيها بنى تحتية ولا خدمات. إنها دعوة لمن يهمه الأمر، من سينتشل الموصل من واقعها المؤلم.